يعني كلنا اكيد شايفينها وملاحظينها، ان يوم ورا يوم بتثبت الدولة المصرية ان المواطن البسيط هو اللي على رأس اهتماماتها. مهما بقى كانت المصاعب والتحديات، البسطاء هم اللي على رأس اولوياتها. طبعا بيجي دائما في الطليعة رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي. الريس صراحة بيضرب اروع المثل في الموضوع ده، كان آخرها طبعا توجيهاته بدعم العمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات في ظل الظروف بقى اللي بتمر بيها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. فعلا يا رشا، عايزه اقول كمان عشان كده النهارده هتبدا الحكومه في صرف المنحه للمستحقين من العماله غير المنتظمه خلال الفتره من النهارده الاثنين لغايه يوم الخميس الجاي في مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي في المحافظات. طبعا كان في توجيهات للمحافظين مهمه جدا باتخاذ اللازم لتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري باماكن انتظار للمستحقين لصرف المنحه مع اتخاذ الاجراءات الاحترازيه والاحتياطات الوقائيه والصحية، وتنظيم طبعا حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، ودي يمكن من أهم الحاجات اللي لازم ياخدوا بالهم منها طبعا. فعلا، وكل المحافظات بدرت فعلا بالإعلان على صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبهوا على المواطنين بوسائل التواصل المختلفة بإيه بقى؟ عدم التوجه، يعني ما تروحش لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلك رسالة نصية على رقم تليفونك المحمول، هتوصل لكل واحد قبلها ب 24 ساعة. هيقول له مثلا يعني انت النهارده ايه التلات، النهارده الاثنين، النهارده هتوصل، اللي عنده هيصرف النهارده وصلت له الرسالة امبارح، اللي هيصرف بكره هتوصل له الرسالة النهارده، وهكذا. تم بقى توفير متطوعين هيعملوا ايه؟ هيقوموا بعملية تنظيم عملية الصرف. من ناحية ايه؟ من ناحية ان احنا نبقى متأكدين بان كل الاجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين بتحصل فعلا على ارض الواقع وهم بيصرفوا. طبعا حقيقي فعلا يا رشا، وكمان مساندة الدولة للعمالة غير المنتظمة المضرة من تداعيات فيروس كورونا لفتة جميلة جدا مش موجودة في أي دولة من دول المنطقة. الدولة خصصت 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 شهور لنحو 1,400,000 مستحق لحد ما نعدي الفترة دي وترجع الحياة طبعا لطبيعتها مرة تانية إن شاء الله، وربنا يعني يسلم بلدنا وشعبها الطيب على طول ودايما يا رب. يا رب دايما، وإن شاء الله يعني ربنا يبارك لهم في اللي هيجي لهم بإذن الله.